إن كان ولا بد من توجيه رسالة إلى العاجلة إلى دنيا باطمة، فأقول لها بكل تجرد: لقد أخطأت. لا أقول أنك ارتكبت ما ارتكبت، فهذا أمر كما قلت في 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 الفيديو، هذا أمر يرجع إلى القضاء، لا أدينك ولا أبرئك، لكن كرسالة اعتبريها من أب، من أخ، من مشفق عليك. الأخطاء التي ارتكبتها جسيمة. أولا، على قناة العربية أقحمت اسم ملك البلاد في هذه القضية، وما كان ينبغي لك أبدا. الخطأ الثاني أنك تتعاملين مع الصحفيين ومع المخالفين لك والمعارضين والمعترضين بنوع من العنجهية ومن الكبر، بل بنوع من ربما من السباب والشتائم، وهذا ما يليق بك أبدا. فقد سمعتك تقول لبعض الصحفيين: الله يعطيكم السلمة. ولمن لا يعرف السلمة، السلمة لاتيفويد التي تصل درجة الحرارة للإنسان إلى ربما 43 أو 44، يعني مرض يكاد يكون قاتلا. سمعتك تقولين بأنه من أراد أن يبغى يهدر على دنيا باطمة خصو يشلل فمه بالعسل والزبدة وما نعرف شنو داكشي. فهذه العنجهية تجعلك تخسرين الكثير 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 جدا من محبيك، فضلا عن الذين يعادونك. الذين يعادونك سيجدون بين أيديهم أسلحة يضربونك بها، فأنت الآن في فوهة المدفع، وأنت تخسرين كل شيء، فضلا عن تخسرين سمعتك، تخسرين وظيفتك، تخسرين المال، ولا سيما الأموال الطائلة التي يمكن أن تجنيها من الحفلات في الخليج وفي كذا. أنا بالنسبة إلي أصادقك القول، هذه الأموال يعني ماذا أقول فيها، يعني هي أقرب إلى السحت والحرام منها إلى أي شيء آخر. لا تظني أنني متحصر على ما تكسبينه من أموال أو ما ضاع منك من أموال، بالعكس، والله أنا أود لو أنك تعلنين توبتك توبة نصوحا عن هذه المستنقعات وعن هذه الفضائح وعن هذه المصائب، وأن تعتذري للمغاربة اعتذارا صحيحا صريحا، وأن تواجهي مصيرك مع القضاء، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. بالنسبة للوسام الملكي أو للوسامين الملكيين اللذين حظيت بهما دنيا باطمة باعتبارها قد أجادت وتألقت وتفوقت في مجالها وكذا، وغنت ما غنت لصالح البلاد وكذا، فأنا أولا لا أعرف أي شيء، يعني من ناحية القانونية يسحب الوسام لا يسحب، متى يسحب، شروط السحب، ولست أنا من أملي على ملك البلاد أن يسحب أو لا يسحب، فهذه قضية هو الأول والأولى بها، وهو الذي يقدرها حق قدرها، ولا دخل لي ولا لغيري فيها. لكن إن كان ولا بد من كلمة، فأقول لدنيا باطمة: وقد تشرفت بوسامين اثنين، وما أدراك ما الوسامين، وسام واحد ويا حسرته، فما بالك بوسامين اثنين؟ يعني ملك البلاد قربك إليه وشرفك ومتعك، ثم بعد ذلك أنت للأسف لم تكوني في مستوى هذا التشريف، لم تكوني في مستوى هذين الوسامين. كان الأجدر بك أن تكوني وقافة عند حدود هذين الوسامين، وقبل أن تقولي وقبل أن تتركي، قبل أن تقدمي وقبل أن تحجمي عن أمر ما، عليك أن تضعي بين يديك أن ملك البلاد وهو من هو شرفك بوسامين اثنين. فإذا عليك أن تراعي هذا التشريف الكبير، لكن للأسف أسأت وأسأت كثيرا. فأنا ليست لي أي فكرة فيما يرجع إلى السحب من عدمه، وهذا لا يعنيني في شيء، ولكن ما هو مؤكد أنك لم تكوني أهلا للحفاظ. لا أقول لم تكوني أهلا للتشريف، لا، أقول لم تكوني أهلا للحفاظ على هذا التشريف، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا. هذا هو.